زي ما بيقولوا في المثل الشعبي ابن الوز عوام، انا بقول ان بنت الوز عوامه. الحقيقه الفنانه الجميله اللي معايا هي بنت النجمه الكبيره فيفي عبده، ورثت بالتاكيد عنها حب الفن، هي الفنانه المتالقه دائما عزه مجاهد. بقول لك مليون مبروك على المسرحيه. ميرسي يا محمد، الله يبارك فيك، وسعيده منورنا في المسرح وسعيده بيكوا جدا. ميرسي جدا. قولي لي بقى احساسك النهارده وانت اول خطوه ليكي على المسرح. خايفه جدا ومبسوطه جدا، يعني مبسوطه طبعا ان انا بعمل مسرح لاول مره ومع نجمه كبيره زي مدام فيفي، ومع الاستاذ محسن رزق المخرج، ومع الاستاذ محي زايد المنتج، ومع كاست المسرحيه كله اللي انا بحبهم جدا وبحترمهم. بس طبعا مرعوبه جدا وخايفه قوي، وبتمنى ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وظن الجمهور ان شاء الله. يا رب. زي ما بيقولوا كده المسرح ابو الفنون طبعاً، والممثل طبعاً الشاطر طبعاً اللي بيثبت نفسه في المسرح. طبعا دي حقيقه. المسرح ابو الفنون، بس مرعب يا جماعه، والله مرعب. مرعب يعني فعلا. لا الفيديو ارحم كتير جدا، والسينما ارحم، اي حاجه ارحم من المسرح. المسرح اصل انت يعني عارف، انت وجها لوجه، لوجه للجمهور، مع الجمهور ما فيهاش هزار، وما فيش بقى مونتاج ولا لعب ولا ما فيش هنعيد الجمله وما فيش الكلام ده. لازم تبقى حافظه حوارك كويس. دي حقيقه. احنا بحاول ان انا ابقى يعني لما الدنيا، بس اهو ربنا يسهل بقى ان شاء الله. اكيد انت قدها وقدود يا عزه. يا رب يا رب ان شاء الله. طيب قولي لي بقى دورك في المسرحيه ايه؟ انا دور ولاء، اخت مدام فيفي عبده، هي بنت جامعيه، واحنا بنقول مش طبعا مش عايزه احرق الدور عشان حضراتكم تيجوا تتفرجوا وتقولوا لنا رايكم ايه، انما عايزه اقول ان هي، احنا بنقول ان يعني مش معنى ان هي حاره العوالم فهي ما فيهاش مثقفين وما فيهاش متعلمين، لا، فيها شارع زي اي شارع، فيها المثقفين وفيها الفنانين وفيها الموسيقيين وفيها يعني، بنقول ان فيها كل حاجه في الدنيا، مش معنى الجمله فهي يعني محطوطه او اللي بيسكنوا فيها بس الناس اللي هم الفنانين او اللي مش متعلمين، لا، هي فيها كل حاجه، بس الا هي فئات المجتمع. بالظبط، فيها جميع فئات المجتمع. بس طبعا هنقول بقى من خلال المسرحيه، هنشوف بقى الدنيا حصل فيها ايه، بس طبعا مش عايز احرق عشان الاستاذ محسن ما يقتلنيش. اتفرج عليكم. ما يقتلنيش. طيب قولي لي، انا عارف ان زوجك الفنان ايضا محمود الدسوقي مشارك في المسرحيه وعامل بقى كاركتر صعيدي مختلف تماما. هو فعلا هو عامل دور لطيف جدا، عامل دور صعيدي بس عامله هايل الحقيقه. وهو كمان اول مره مسرح ليه، بس هو يعني ما شاء الله كل الناس بيقولوا ان هو حاجه كويسه قوي. شجعوا بعض بقى. عايزه اقول لك في الشغل والله ما احنا ما عندناش وقت نشجع. يعني مالي في نفسه. والله ما فيش وقت نشجع. نشجع امتى يعني؟ احنا بننزل نروح الشغل كل واحد بيبقى قاعد مرعوب يشوف الدور بتاعه ويحفظ ويطلع مش عارف ايام يمثل وبتاع، فما عندناش وقت، بس طبعا يعني كل واحد فينا قلبه عند التاني يعني. انما ما فيش وقت نشجع. صبحوا على بعض، قلبي عندك قلبي عندك. ايوه. ايوه ده فعلا هو ده اللي بيحصل. مبسوطة ان مامتك وجوزك في نفس المجال دم، مساعدك مشجعك؟ مبسوطة جدا طبعا، بيبقوا متفهمين الدنيا اكتر. وفي نفس الوقت رعب، لان انت ما بتكون يعني، انا بالنسبة لي عشان بنت نجمة كبيرة زي مدام فيفي فبرضه مسؤولية كبيرة قوي قوي، يعني بتبقى غير لو حد عادي اهله مش فنانين ولا حاجة. احنا اولاد الفنانين عموما، مش انا بس، اي حد من اولاد الفنانين تبقى المسؤولية عليهم اكتر كتير جدا من اي ناس عادية. بحس انه في بعض الاحيان بيبقوا مضطهدين، يعني مثلا ابسط حاجة انه قاعد عشان مامتها مثلا فجايباها معاها كده، وانت طول الوقت بتبقى بتثبت العكس، وطول الوقت بتبقى عايز تثبت، فمجهود فظيع، مجهود يعني نفسي عليك، مجهود نفسي غير طبيعي والله، اكتر من الناس العادية. فيعني مش عايزه، مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني ماشي. ربنا معاك. قولي لي بقى، في استعراضات خاصه بيكي او اغاني ولا مالكيش في الخط؟ لا لا، مش اللي في الاستعراضات والاغاني بقى ماما. لسه كنت بقول للاستاذ محمود، ليه مدام عزه ما ورثتش حب الرقص الشرقي برضو عن مامتها؟ بسالك نفس السؤال ليه؟ بص هقول لك، لا هو الرقص الشرقي ده فن جميل، بس في نفس الوقت فن صعب جدا، مش اي حد يقدر يعمله.
يعني بص مفيش بنت، مفيش بنت ما بتعرفش ترقص طبعا، يعني كلنا بنعرف نرقص، بس بنرقص اللي هو الرقص العادي بس، مش البروفيشنال يعني، مش زي ماما، مش زي النجوم اللي هم يعني هم عارفين اصول الرقص الشرقي ايه. بس طبعا مفيش بنت ما بتعرفش ترقص، يعني اي حد فينا لما بيروح اي فرح ولا اي مناسبه ولا حاجه بتقوم ترقص يعني، ما انما ما بيبقاش زي حد بروفيشنال. انما طبعا هو الرقص الشرقي ده فن يعني جميل جدا وراقي، انما مش اي حد للاسف يقدر يعمله يعني. الاولاد بقى هل عندهم حب برضو الفن ولا ما فيش؟ لا انا عندي بنوته واحده وما عندهاش، لا ما لهاش. كم سنه؟ ده ينفع برضو؟ ده ينفع برضو؟ نقول النص، بلاش نقول العمر كله. لا ولا هنقول. ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك، ميرسي يا محمد. لو حبت لما تكبر، انت حبيتي الفن على كبر مش كده؟ يعني وانت صغيره ما كانش في دماغك قوي؟ يعني هي جت بالصدفه. انا بالنسبه لي الشغل جه بالصدفه، بس طبعا هنا سايبه لها حريه الاختيار. طبعا هي عايزه ايه؟ قالت لك يا مامي انا عايزه امثل او عايزه ارقص، حتى تقولي لها اوكي؟ انا سايبه لها حريه الاختيار طبعا، هي تنقي اللي هي عايزاه. بس انا اتمنى ان هي تبقى في مجال تاني، لان المجال متعب جدا. يعني انا قبل ما اخش المجال كانت امي تقعد تقول لي المجال صعب وشاق ومتعب. ما كانتش عايزه، حابه انك انت تخشي المجال. يعني ما حدش بيحب لاولاده التعب، يعني انت فاهم ازاي؟ ما حدش بيحب لاولاده ان هو يتعب ويشقوا، يعني فاهم ازاي؟ سهر وممكن بياد بره البيت، فبتبقى شيء صعب جدا. بس لما انا اصريت وكنت حابه الموضوع ساعدتني، يعني فاهم ازاي؟ فبالظبط، فانا فنفس القصه يعني، لو انا بنتي حابه الحكايه هضطر، مش هقدر يعني، خلاص هي بتختار. بس انا بتمنى ان هي تبقى كارير مختلف يعني ان شاء الله. انا بتمنى ان انت تنبسطي بيها، سواء اتجهت للتمثيل او حاجه بره التمثيل، وبتمنى النجاح للمسرحيه الجديده بتاعتك، وبتمنى نجاحك بشكل عام. ميرسي، بشكرك ونورتونا. وبنقول للساده المشاهدين بقى لازم تيجوا ان شاء الله تنورونا وتتفرجوا على العرض وتقولوا لنا رايكم فيه ايه. باي باي، ميرسي.